بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم تليم الأحسان والحمد لله القديم الأول والأخير البقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام صرمة على النبي خير من وطرحة وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدع فعلم لوجوب المعرفة بوجهه جل نعيم نصيبا اللهم وجود القديم الباقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد أحي قدر مريد العلم في كل شيء سميعا للبصير والمكلم له صفة سمعة كالقديم فقدرة إرادة سمعة بصر حياة العلم كلام مستمع جائز بفضله وعده القلب ولمكن كرجه ارسل انبياء ذوي اعطانا بالسر والتفريق والامانه وجائز بحقه من عرض بغير نقص كخمر بالمرض عزمته وسائر الملائكه وجبه وفضل الملائكه والمصاحب خذوه واجب فهو لخمس نبيهم واجب تفصيل خمسة وعشرين تفصيل كل مكلف فها يقول ذنبهم ادم فاصل وايمان كل متبع الفضائل مع الاسحاق فلا يعقوب يوسف وان يعتد شعيب هارون وموسى واليسع يرغب لنا وسليمان تبع لسيوف وصدق بها يحيى العز وقال قدم الجبل يا عليهم الصلاه والسلام وعليهم مدمت الايام والملك الذي بلا اب وام لا لنا شبه ولا نوم لهم توصيل اشهر منهم جبريل بك واسم قبيل عين ضئيل ونقير ورقيب وبدا عدد مالك وريض ومقتدى باعثهم من كتب ودروس بالهدى تنزلها زبور داود وانجيل على عيسى وفرقا على خير المدى وزوق الخير والكريم في اقلام الحق من العليم وكل ما اتى به الرسول فاقوم الازم والقبول لمن النبي من اخر وعد وكل ما كان به من العلم قائمة في ذكر باب واجب مما على مكلفهم واجب نبينا محمد قد وزنا بعالمين رحمتا وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف بيدرسي وأمه آمنة سوريا أرضعه حليمة سعدية مولده بما قتل أمينا وفاته بطيبة المدينة أنت مقام للمحي أربعين وعنده جمس ستين وسبعة أولاده بعدهم ثلاثة من الذكور الأمم قصيب عبد الله والمطيب وطاهر بذيل
Thank you.